والله انا واحد من الناس اللي بدور على باور بانك يكون كويس كده ويكون تقليدي، ولكن كل الباور بانكات اللي موجوده في السوق شكلها بص كلها واحد، كلها اسطمبه واحده، لا اما باور بانك فيه نقط كده اللي هو المؤشر، لا اما باور بانك فيه شاشه من فوق يبقى ده كده اي اروش حاجه في السوق يعني. فيعني ايه كنت جادد كده بقى واللي هو ايه عايز باور بانك يكون كويس، لقيت والله حد كلمني وقال لي بص ده احسن باور بانك هتلاقيه في مصر كلها، سعر رخيص وشكله جديد مش تقليدي خالص، مش حاجه تزهق منها، لا ده انت كل مره هتفتحه هتنبهر منه. فاللي هو صباح الفل يا معلم، يعني ده باور بانك يعني ما تقفرش؟ قال لي لا انا بقفر وعايزك تاخده وتشوفه وتقول لي رايك قدام الكاميرا يبقى عامل ازاي. فانا هفتح العلبه دي لاول مره معاكم ومعرفش الباور بانك ده ازاي هيبهرني، يعني انا شايف شكله من بره كده. تعال نفتحه. باور بانك ده 10000 ملي امبير. بحب يعني بص مبدئيا كده الباكج نظيفه، الباكج نظيفه جدا جدا يعني مش حاجه معموله تحت السلم يعني. فانا هوريك اهو كاني بفتح ايفون بالظبط يعني، وما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه. طيب طب بصوا مش حاسه كده ايه هندخل كده في لخبطه، احنا نرجع كده ده مكانه اكيد في السيرك بتاع الباور بانك يعني نخليه كده على جنب. شوف بقى الباور بانك اللي بيقول لي ان انت كل ما تفتحه هتلاقي نفسك انت منبهر يعني. مبدئيا قبل اي حاجه الباور بانك شكله تقيل، شكله مش عارف ازاز ولا ايه تقريبا، بس اكيد مفيش باور بانك ازاز يعني. فتعالوا نفتح ونشوف ايه ده. ده مرايه، انتوا شايفين ده مرايه، مرايه حرفيا، انا شايف نفسي، انا شايف الكاميرا اصلا، مش عارف ممكن يكون مش ازاز يعني ستانلستين المونيوم حاجه زي كده يعني، ولكن مش ازاز ولا بلاستيك، ولكن ملمسه في الايد حاجه جامده جدا جدا جدا. طبعا بان من اول حاجه ان هو بيلحوس جامد قوي، ده يبصم بقى يا زميلي ويتخربش، وبص الدنيا هنا هتبوظ بقى خالص، تحس انت ماسك كده ايه حته من مكوك فضائي او حاجه غريبه يعني. جامد 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 والله العظيم. بصم تاني ولحوس، يا بص بيبصم جامد، بصم جامد قوي مستفز يعني. طيب نشوف بقى ايه اللي كان جاي معاه هنا، اكيد يعني السلك. طيب نفتح السلك ده، ايه ده، استنى بس اهدى عشان الموضوع شكله كبير، الموضوع شكله كبير. ده سلك عادي خالص، ده كتالوج برضو. ايه ده بقى، جراب جاي مع الباور بانك، جراب ايه ده، اوف حرفيا بلمس الجراب جامد قوي يعني. بص انت ماسك حاجه شياكه اصلا، ده ما نشحنهوش اصلا يا جدعان، ده كده نضفه كده يا باشا من الحته دي واحطه بقى على جنب كده واحطه ورا كده بلوزه يعني، يبقى هنا كده مثلا او يبقى هنا كده، او اشيل صورتي هنا واحطها مكانه اصلا فاهمني. هما بيقولوا ان هو شحن سريع وحاجات كتيره يعني، اللي هو شحن سريع بيشحن 15 واط، وفي ضمان كمان سنه، في ضمان سنه، الحوار ده جامد قوي، فكره انت معاك باور بانك ضمان سنه. نسيبنا بقى من العظمه دي كده بقى، ندخل على الماوس. طيب بصوا مبدئيا انا بستعمل ماوس الوايرلس اللي هو ده، ماوس لطيف جميل كل حاجه تمام يعني، ولكن بصوا بيشل بيشل حرفيا، بيشل جدا جدا يعني، هو اتش بي او كل حاجه بس بيشل حرفيا. فانا قلت في مره يعني في الستوريز يعني بتاعت الانستجرام وكده، طبعا انت مش متابعني ولا عارف اي حاجه خالص ولا واخد بالك من الجيم اللي احنا بدانا نروحه ولا معانا. بص يا زميلي بص ما تكلمنيش ما تكلمنيش، انستجرام اهو وروح بسرعه بسرعه. المهم يعني ده جميل كل حاجه، كان تقريبا ب 60 جنيه حاجه زي كده، ولكن شليل 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 جدا، تقطيع تهنيج بص كل حاجه ممكن تقولها على ماوس فهو فيه يعني، اي حاجه وحشه فهو فيه. فقالوا لي والله بص احنا عندنا برده ماوس وايرلس سعره كده ايه على قد الايد وجميل وكل حاجه، ومن شركه جوجا ميكس. جوجا ميكس بصراحه انا اصلا عندي منها دراع، الدراع بتاع جوجا ميكس جامد قوي قوي ووايرلس، كنت بلعب بيه فيفا والكلام ده. طبعا احنا عاملين طبعا قناه على اليوتيوب طبعا بنلعب فيها حاجات كده فيفا والكلام ده، بروح يعني اشترك منها تلاقيها تحت في الديسكربشن. احلى حاجه في الدراع ده ان انت ممكن تركب عليه التليفون من فوق وتلعب الالعاب اللي انت عايزها. فيعني انا عارف شركه جوجا ميكس وجامده جدا جدا وما عنديش منها اي مشكله يعني. هما بيقولوا لي ان ده سعر رخيص هيطبق على ايدك وان انت مش هتحس ان هو اصلا وايرلس ولا اي حاجه. فمبدئيا الشكل بتاع الماوس جوجا ميكس كل حاجه، الشكل بتاع الماوس حلو، ده لازم طبعا نجربه على اللاب ونشوف الحساسيه بتاعته والسرعه بتاعته والكلام ده. ف انستجرام بقى على طول بنكتب فيه كل حاجه وهوريك كل حاجه بقى على الانستجرام، روح اشترك طبعا قبل اي حاجه. المنتجات دي هتلاقي تحت اللينك بتاع الصفحه دي، تروح تقول لهم ان انت عايز العروض دي، وهم قالوا لي ان في عرض 25% اي حد هيجي تبع كريم عفت، فاي حد يقول لهم انا عايز ده او ده ليه خصم 25%. حبيت اوريكم حاجات مالهاش علاقه باكل وكده يعني، ولكن حاجات ليها علاقه بالحياه اليوميه يعني، انت اكيد هتستعمل في يوم من الايام باور بانك او ماوس للاب بتاعك لو انت بتمنتج او بتلعب او اي حاجه يعني. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 وقت، وكالعادة دوسة كوتش، السلام عليكم.